هيك تتصرفي بغباء يا بنت؟ ما فيكي تهربي من هون. قلي لي شو بدك؟ بدي أعطيكي درس جديد ومفيد لإلك، درس حلو بحياتك ما تنسي ورح تضلي تفكري فيه دائما. رح أعلمك شو يعني ما تسمعي للكبار وحكيهم وتحاولي تتشاطري من ورا ظهرهم. لو سمحتي، لو سمحتي لكيني روح يا عصفورة. شو قلك يا الدرن بيك؟ لا تقولي شي، اوعك اسمع صوتك، واذا اضطر الامر لا تحركي ايديكي ورجليكي. بس انت شو عملتي؟ حكيتي ما قدرتي تخلي تمك مسكر كم يوم، بس ليش ما قدرتي تضلي ساكته وما تحكي لحدا مثل ما فهمناكي؟ احكي. خليني روح، لو سمحتي اتركيني بحالي. وهلا رح نشوف شي انا وياكي سوا، فيديو تعليمي كتير حلو مشان تفهمي وتشغلي مخك وما عاد تغلطي. ليش فات لعند أمي؟ شو بده فيها؟ لا تصرخي، لسه ما عمل شيء. هو بس فات لعندها وصورها وهي نايمة وغرقانة بالنوم وطلع عادي. يلدرن بيك هو يلي صور هذا الفيديو، صوره إلك. وشو الدرس يلي حبي علمك يا ترى؟ شوف، إذا ما حطيتي عقلك براسك وفهمتي شو رح يصير، وقت أمك رح تموت، رح تموت وهي نايمة بالنص بيتها يا عصفورة، وما حدا رح يسمع فيها. وانتي رح تموتي، هذا آخر كلام ليكي. شوفي يا حلوة، هذا الفيديو تصور بالنهار مو بالليل، لأنه يلدرن بيك زلمة مجنون وكتير قوي ما بيخاف من حدا، فهمتي؟ يلدرن بيك رح يبعث لك خبر قريباً ورح تنفذي اللي بيقلك عليه بالضبط شو ما كان يكون، فهمتي منيح؟ عم قلك فهمتي ولا ما فهمتي؟ ليش ما عم تحكي؟ ايه ماشي، قولي يلا، قولي خلص فهمت. ايه شو عم تعملي عندك؟ قليلي شو بدك فيها؟ هلأ مالي فاضيت لك يا قاتلة يا مجرمة. انتي منيحة؟ شو قالت لك؟ ما قالت شي أبدا، ما قالت شي، بس حكتني بطريقة بشعة وسألتني ليش اجيت لعندكم. هيك كان حكيها. لهيك وشك تعبان ومتغير لونك؟ لا عادي، مرعوبة منها، خفت. تمام تمام، خلص اهدي، خلص يلا تعالي معي. يلا أخذتي كل شيء عزراء؟ لا تنسي شيها. ايه عم احكي عن الوراق، أخذتيهم ما؟ ايه أخذتهم، أخذتهم ليكم. شو صاير لك اليوم؟ كأنه مو عبعضك. ايه اليوم حاسة حالي رايقة زيادة، أو يمكن متحمسة، يعني من جهة رايحة أشوف البنات لأني مشتاقت لهم كتير، ومن جهة تانية رايحة على المكان يلي قعدت فيه كل هديك الفترة الماضية، كتير متوترة. عادي، هذا شيء طبيعي، ماني فهمان عليك كتير، بس بتخيل موقفك. بس لازم تتعودي على هذا الشيء عزراء، لأنه صرتي محامية. على فكرة السجون مثل المحاكم، جزء من شغلنا. إيه شو لك؟ يلا لكان، امشي استاذة. يلا تفضل. يلا يلا. احكي وليه؟ بدك تقولي لي وين التليفون؟ ليش هيك عم يصرخوا هالشحاش؟ هلأ بيجمعوا العناصر فوق راسنا. روحي وقولي لهم في اجتماع بسرعة، ما بدي حدا يتخلف. روحي. وهلا يا عديمات الانضباط، انا قلت لكم اضربوهم، بس لا تخلوهم يصرخوا هيك. يعني بدكم توقعوني بمشاكل مع زيرين؟ انتوا قديشكم فوضويات يا حمير؟ شو بكون؟ عن جد انا اسفه،
ما تواخذيني بعتذر. والله كثير زعجنا الموضوع معلمتي. انتبهوا أكثر. هلا التليفون ماله معنا، كان ورقة رابحة بإيدينا، لا تخلوني أعلق معذرين أنت وياها. إيه شو عرفتوا لهلا؟ مين أخذ التليفون؟ نحن عم نمشي بالدور، رح يعترفوا، يعني أكيد رح نعرف. نحن عم نحاول وإلا ما يبين. ما حدا فيكم لاحظ أي حركة غريبة؟ حدا بيروح وبياخد التليفون بكل بساطة، ولا انتبهتوا للموضوع ولا عرفتوا مين الفاعل؟ ولك شغلولي عقولكم الفاضية، فكروا شوي. معلمتي ما منعرف شي، يعني نحن أصلاً ما كنا منعرف وين مكانه للموبايل. معلمتي بما أنه نحن كمان ما عرفنا شي، أكيد هالشخص بيننا. بس مين هو؟ صح. خير، شو قلتك يا نازم؟ صار شي قدامك لفت انتباهك إلو؟ وين شردتي؟ عم فكر بالموضوع معلمتي. أنا بتذكر إنه كان في موظف، صحيح كان عنده حركات غريبة بس ما توقعته يكون رح يعمل هيك شيء. أي موظف كان فيه؟ أنا وقتها ما شفت وشه، هو شاب بس ما عرفته. لما حاولت أتذكر شو صار بيومه خطر على بالي طول الوقت، وأنا عم قول فكروا شغلولي هالعقل الفاضي بقى، وهلأ حتى خطر على بالك يا نازان؟ يعني ما فكرت فيه لأني ما تخيلت إنه يعمل هيك شيء، أو حتى ممكن يصير هيك، ما تخيلت هالشي معلمتي. معقول هالحكي ولك نازان؟ بيجي حد على قسمي وبياخد التليفون من مكانه وأنتوا ما انتبهتوا بنوب حاجة بقى، ما رح يعطيه لزيرين، مو ظابطة مو نازان؟ معلمتي معقول يكون مراد؟ ايه وبيكون عطالة دينيز. كل شي ممكن، كل شي ممكن طبعا، بس اللي خبروا على مكان التليفون من عنا وحدة من هذا القسم، يعني من قسمي، وإلا كيف رح يعرف وين يدور عليه؟ نازان معك حق. انا شو عم قول؟ يا ترى معقول انتي إلك إيد بهاي الشغلة نازان؟ شو هالحكي معلمتي؟ معقول أعمل هيك؟ أنت خبرتي بمكان التليفون، احكي إذا أنت ولا؟ بحلف لك بالله إنه أنا ما دخلني. أنت عملتيها، أنت يا حقيرة. الله يلعنك، ولك أنت اللي عملتيها معلمتي. والله مو أنا يلي عملتها معلمتي، لا تضربيني معلمتي، والله مو أنا يلي عملتها. اعترفي ولا جحشه، قولي قولي انا عملتها وسبيني رح سامحك، بس لا تكذبي علي. احكي. يا الله وين راحت نازان؟ وين لهلا؟ حاجه ضرب خلص. ماشي تمام تمام، حاجه تبكي. أنا كان لازم أضبطك شوي، لا تزعلي مني، كنت عم بختبرك، هذا العالم هيك، أقرب وحدة ممكن تكونك، لهيك الاحتياط واجب. ما خلص سامحيني. يلا قومي غسلي وشك يا بنا، روحوا مع نازان. يلا تعي تعي، حاجة تبني. كيف منكم؟ أوف. أمي بيلين؟ بيلين خفت كتير يكونوا عملوا لك شي مو منيح. شو عم تقولي بنتي؟ مين وليش رح يعملوا لي شي؟ ما فهمت. خفت كتير وقت شفت حالتك هيك، انت منيحة؟ هلأ معلي تعدي شوي وتهدي، عادي هون وحكي على مهل. يلا احكي لي على مهلك.
شو الموضوع؟ ما بتعرفي شو صاير؟ لا ليكي، هنن بالسجن خلوني شوف فيديو وانتي نايمة يلدرم كان عم يصورك. كيف؟ ليكي امي وانتي نايمة يلدرم فات على غرفتك ووجه السلاح عليكي. قدرة ورجتني هذا الفيديو، اذا قلت الحقيقة بالمحكمة صدقيني رح يقتلوكي. امي امي كيف بفوت على البيت وانتي نايمة؟ ما حسيتي عليه ابدا؟ معقول؟ ليلين انتي عن شو عم تحكي يا روحي؟ شفت الفيديو بعيوني، هنن ورجوني هالمقطع. لا تجني بنتي، انا مستعدة احلف لك هلا هو كان بغرفتك شفته بعيوني. بكفي خلص، انا فهمت شو عم تحاولي تعملي. يلدرم خبرني من قبل بس انا ما اهتميت. كيف؟ دينيز عم تحاول كتير تضمك لصفة ضد يلي اسمها قدرت. هالمرة عم تستخدمك، هدول عم يخدعوكي بقصص سخيفة وانتي رح تتعذبي كتير. عم قلك فات على غرفتك وانتي نايمة، وقف جنبك ووجه المسدس على راسك. ليلين سكري هالموضوع. بعدين كيف يعني ما رح تسمعي كلام يلدرم؟ فوراً رح تسحبي الوكالة يلي عطيتيها لمحامي دينيز، فهمتي؟ ليه ما عم تصدقي يلي عم قول؟ ليه لأكذب عليك؟ فهميني بشو أحلف لك إني شفته بعيوني للفيديو؟ شغلي عقلك بقى ولا تنسي شو حكيت. بعدين يلدرم بده يطالعك من هون، والأحسن تسمعي منيح. أمي اسمعيني. خلصنا شوي. ما عاد بدي اسمع شي، برجع بشوفك. طيب أمي أمي لك ليش هيك أنتي؟ كيف كان اللقاء؟ هالبنت جنت، الحق معك. كيف يعني؟ شو صاير؟ تعرف شو عم تقول؟ إنك فتت على غرفتي وأنا نايمة وصورت فيديو وكان في بإيدك سلاح. يا سلام، وغير هيك؟ لا تهتم، بس واضح دينيز غسلت لها مخها للبنت. شوف الكلام يلي صارت تحكيه وكيف تأثرت. لك شو هالسجن هاد؟ بشو لسه حكيته؟ شو قالت؟ قلت لها لا تخالفي كلام يلدرم واسحبي الوكالة من محامي دينيز، ولما بلشت الجن تركتها وطلعت لبرا. لازم ضل عم بجي لحتى ما تعمل شي غبي. معك حق، قبل ما تتعقد القصة أكثر. انسى، تأخرت، بدي أعمل مانيكور هلأ. بعد كل هالفترة وكل هالسنين يلي بقيت فيها بالسجن، حاسة حالي إنسانة تانية غير يلي كانت هنيك تماما. بس قد ما غيرت فيني هالحياة، رح يبقى نص مني هنيك، وهذا النص رح يبقى هنيك دايما. أساساً هو انولد هنيك، كل شي عم بحكي هلأ هو حقيقي، كل شي عشته حقيقي، هنن كانوا عيلتي، بس هنن بقيوا عايشين جوا. هنن ضلوا جوا بس أنا لحالي برا. أنا رجعت إنسانة حرة تماما. معقول الإنسان بيخجل من حريته يا ترى؟ بالحقيقة إيه بيخجل. يلا أمشي. حسن؟ عزراء، شو أخبارك؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ طمني. أنا الحمد لله بخير. شكلك خلصتي من السجن، ألف مبروك. إيه والله خلصت، وهلأ عم روح وإجي لهون لحتى صير محامية. استاذي أرهان. أهلا وسهلا استاذ. أهلا، تشرفت فيك. وأنا بالأكتر. حسن كان سجين قديم، كان يجي يشتغل بالحديقة من جهة وكرمال الحب من جهة تانية. إيه صح حكي. بالتوفيق. تسلم. إيه ما قلت لي كرمال شو جاي هالمرة؟ ما تسألي، ناطر يسمحوا لي فوت وشوف دودو شي مرة، كل يوم على هالحالة شو بعمل؟ إيه بس كيف رح تزبط تشوف دودو يا حسن؟ أنتو منكن قرايبين لنسيه؟ رح استنى بلكي يسمحوا لي. يعني قديش رح تستنى وتصبر؟ خلص حطيت هالشغلة براسي، بدي ضل روح وإجي حتى يسمحوا لي شوفها. صدقيني ما رح تراجع أبداً لو شو ما صار.
رح ضل حتى شوفها، رح ضل اجي لهون كل يوم ووقف قدام الباب ليسمحوا لي. لك انت ما في منك، نيالة دودو عليه. طيب قلي، لهي الدرجة انت ملهوف وحابب تشوفها؟ طبعا وكمان مصر. خلينا لك نبلش انا وعزراء بالاجراءات وانت بعدين رح تشوفها. شو رأيك؟ كيف يعني؟ هيك؟ بهي البساطة؟ شو لك؟ انت شو عم تحكي استاذ عن جد؟ روح روح، الله يرضى عليك ويوفقك يا رب. طيب روح شوي روح. شو هالمحامي هاد؟ ان شاء الله ما بتشوف الا الخير وتمسك التراب بقلب ذهب. هيدا عليك انبسط. ايه هي هي الحياة، لما يوقع بمشكلة حدا منيح لازم يلاقي شي حدا يساعده. مظبوط. اكيد. ايه انت رح تبقى هون؟ انا هون دائما بجي كل يوم. قصدي اليوم انت هون رح تضل؟ ايه لكن هون. تمام، لكن لازم نتدخل مثل ما قال ارهام، منشوف كيف رح تتم الاجراءات وشو لازم نتصرف وبعدها منخبرك الاخبار الحلوه. شو رايك؟ الله ييسر لك يا عزراء، انا ناطر انتو تفوتوا وتخلصوا شغلكم. تمام الله معكم. شوفك. يلا بشوفك. بالاذن اخي حسن. ناطرك. إيه؟ لك خلص. تمام فهمنا. يلا تمام، رح وقف هون واستناكم. تمام. ايش درويش؟ اذا جبتوا لي الاخبار الحلوه يا عيني يا عمي الدعم ظريف، إن شاء الله تزبط معي. بس اللي اسمه زيرين رح تعمل لي مشاكل. إذا وقفت قدرة بطريقك مرة تانية تجي بتخبريني دغري. نحن أصلاً رح نكون منتبهين أكتر. ما بتتحركي لحالك أبداً، مفهوم حكي بيلين؟ تمام. هي قالت لك شي تاني كمان؟ لا أبنوب، يعني هي تصرفت بطريقة بشعة ورفعت صوتها. أنا بتصرف. تمام لا تخافي، شربي كاسة شاي وارتاحي. ما بتوقف، قدرة مستحيل توقف. هددت البنت. حقيرة. يا بنات انتبهوا، مجبورين نفتح عيوننا منيح، لأن وقعت قدرة رح تحاول تخلص من الورطة اللي انحطت فيها، واضح من تصرفاتها. قدرة مستحيل تقعد عاقلة، إذا ما عملت اليوم بكرة أكيد رح تعمل. نحن شايفين هالفيلم هاد قبل هلأ مزبوط؟ ما رح نعيش هالقصص مرة تانية، مستحيل أبدا. دينيز إجا محاميك وجاي معه عزراء. عن جد عم تحكي؟ عزراء؟ شو يا الله؟ لك يا جد عزراء، هالحكي بيعني إنه عزراء صارت محامية؟ صارت الأستاذة المحامية عزراء يا بنات. والله بستاهل. أختي دينيز معلش روح معك على زيارة، والله كتير مشتاقة لها، خليني شوفها الله يوفقك. حسرت أنا يعني ما بعرف شو بدي قلك، ممكن مراد بس أنا يعني عم أقول بلكي هي بدها تشوفني. طيب سلامك أكيد رح يوصل. سلميلي عليها. تمام أكيد رح تبوسيها. تمام ضميها. تمام وصلي لها سلامنا. أكيد سلميلنا عليها. يلا دينيز عم تحاول كتير تضمك لصفة ضد يلي اسمها قدرة. هالمرة عم تستخدمك، هدول عم يخدعوك بقصص سخيفة وانت رح تتعذبي كتير. ألو وجدي، كيفك يا خانو؟ أنا منيحة ما بدي أحكي كتير. شو طمني كيف شغل الفندق؟ منيح، جمعنا مبلغ منيح من أول يوم. منيح عفارم عليك. اللي شو في أخبار عن حفيدتي؟ عم نتحرق عن الموضوع بس عبس، عم بعمل جهدي بس كله عم يطلع بلا فايدة. رح يبلش عقلي ينفجر من هالقصة. وجدي لاقي لي حفيدتي بأسرع وقت ممكن. ليك خلي الشغل ماشي بالفندق مشان ما نرجع نوقع. بخصوص شغل الفندق كوني مرتاح، بس هذا وعد مني، رح لاقي حفيدتك سالمة. طيب ليك لا تخلي بالي ينشغل عليكم وجدي، أنا رح وقع اللي اسمه دينيز خلال كم يوم بس. كل ما بشوف وشها الوسخ عم بتذكر ابني قلب. فكرت حالها رح تبقى بلا عقاب بس غلطانة. خلص وقت دينيز بالنسبة إلي ومن وقت طويل كمان، أصلاً عاشت أكتر من اللازم. بالأول خليني أتأكد إنه حفيدتي رجعت لي بخير وما حدا رح يقدر يوصل لضفرة مرة تانية. ماشي يا خان، بالأول بدي لاقي البنت وبعدين ديني زلك. ولك ما بقدر شوف وشه لهالمرة، ما بتحمله، بدي أخلص منها بأسرع وقت. أنا رح أقتلها بلحظة ما بتخطر على بالها ولا بال حدا فيهم، رح أطلع بروحها بلحظة مو متوقعتها، فكرة حالة ملكي علينا. لما تنزل عن العرش رح تشوف وقتها مين الملكة. يلا
انت منيحه؟ كيفك؟ طمنيني. كيفك؟ انا منيحه. ايه كثير خفت يصير عليك شيء. عادي عادي. شو الاخبار؟ منيحه. وانت شو اخبارك؟ على حالي. نازل وزنك كان؟ اي يمكن. احكي لي، قدرت عم تضايقكم شيء؟ وجودها بكفي حتى تضايقني وتزعجني. كتير خفت انها تعمل لك شيء برا. شيلك مني. لو تعرفي شو عم يعملوا بالبنات اللي عم يطلعوا كنتي تضايقتي اكتر. ليش؟ مكان ما احتجزوني، شفت بنات محجوزين وواضح انه غصب عنه. شلون يعني؟ يعني شو بتتوقعي تعمل فيهم بعد ما تحتجزهم؟ عم تبعتهم يلعبوا قمار وتشغلهم. انا شفت الغاز وملك كيف كانوا هنيك محجوزين، شفتهم قدام متضايقين. شو هالمره يا الله؟ انا شو كنت عم اقول؟ قربي، انا وانتي اذا تساعدنا، انا بشتغل برا وانتي بشي طريقه من جوا، فينا نخرب العاب القذره والوسخه. انتبهي دينيز، الموضوع خطير كثير. لكن إذا الأمر راجع إلي رح أقلك لا تتدخل، بس عزراء ما رح تقتنع ورح ترجع تحاول معك مرة تانية. ولهيك لا تشغلي بالنا دينيز، تمام؟ رح انتبه. أكيد ما تاكل هم أرهام. رح أعمل جهدي اطمن. وهلأ في شي خبر عن بنت أوسكي؟ مع الأسف والله الشرطة عم تدور، بس بصراحة اللي مخوفني أكتر إنه تلاقيها قدرة قبل ما تلاقيها الشرطة. أكيد هي بتكون بعدت حدا يدور عليها كمان. تمام، إذا عرفت أي شيء أكيد أنا رح أخبركم. يعني ما رح يضحك وشنا ابنه؟ وشنا رح يضحك؟ وحياتك؟ طيب وهلأ ممكن أحكي شيء ممكن يضحكك إذا سمعتي؟ شو؟ شفنا حسن برا واقف. شو قلتي حسن؟ انت عم جد عم تحكي؟ كان واقف مثل المجنون، قال شو ما رح روح غير لحتى شوف دودو هلا. لك شو هالزلمه هاد، قديش طيب ما بصدق. كثير درويش بالحقيقه. كثير فرحت. كلهم جوا بيسلموا عليك وبيقولوا لك كثير اشتاقوا لك وبيبعثوا لك بوسات. وانا اشتقت لهم كثير والله، سلميلي كثير علي. حسرت كانت حابه تيجي وقالت لي خديني معي. أنا بصراحة كتير مبسوطة أني شوفك هون وبهي الحالة. أنا رح موت بدي شوفها ومشتقت لها. ما حدا حاسس فيني، كتير حابة شوفها، فهموا علي. أو يا عصفورة، شفتوها؟ رجعي اختي دينيز. دينيز اختي دينيز، شفتي عزة؟ ايه لكن شو؟ كيف منيحة؟ منيحة منيحة كتير. شو قالت؟ شو قالت؟ قالت لي سلمي لي على البنات وقولي لها لحسرت اني اشتقت لها اكتر وحدة ولا تنسي تبوسي لي اياها. هيك قالت؟ هيك قالت. بس يا قطانة لك ام عيون زرق حلوين، ان شاء الله الف مبروك. قال عزراء زارتك بالسجن، كان ممكن القدر يمنعها انها تجي يا بنات. سكتي قدرة. يي بيرنا متوترة. جاية على بالي. تركينا منها. وشو قالت لك؟ وانتي إلك عندي خبر كمان. انا؟ ايه انتي، حسن عم ينترك قدام الباب كل يوم. هذا العاشق والهادي. يا سلام على الحب. يا سلام. ليش يعني؟ ليش؟ ما فهمت شو بده مني يعني؟ هيك قال شو بده مني. اسمعي شو لكان، وهي عزراء وقت كانت جاية شافت حسن عند باب السجن الرئيسي وكان عم يقول إنه ما رح يروح لحتى يشوفه. شو بده يعمل فيني؟ استغفر الله. استنوا شوي، قصدي شو عملت الرجال حتى يوقف برا كل يوم؟ هيك بقصد أنا. لا هذا القسم بقى أنا ما بعرفه. قال شو عملت لك؟ كيف أحمر وشها؟ شو رح تكوني عاملة بالزلمة؟ بيلينجو ناي، إجا محاميك.
هي عملتها جاسوسة، وهي عرفت إنها جاسوسة عذبتها للمسكينة، تألمت بسببها. نهال، نهال استخدمت أختي لأنه بدها ترتقي، بعتتها على السجن تاني غيره، بس توفت. ما حد نفدي بلا عقاب تأكدي. أوكتاي، أوكتاي، وهذا كمان عقابه عندي. ضغط على الزناد بالرحمة. شو كان بدكم؟ شو كان بدكم من أختي؟ لك، لك أنتو شو طينتكم؟ عسراء هي اللي بلشت. وين هلا؟ طلعت لبرا. متوقع أن ارتاحت مني، بس بوعدك ترجعي. رح فوتك لهون من جديد. أنا رح فوتك لهون من جديد. مع مين بدك تحكي؟ شو رأيك؟ مين بيقدر يساعدني؟ ليكي، قبل ما تطلبي مساعدة هداك الرجال فكري شو. ألو، نجدة بيك، كيف صحتك؟ بتمنى ما تكون زعجتك. شكرا لإلك، منيحة، بس أنا محتاجتك بشغلة. إذا بدك تجي لعندي المساء بس تكون فاضي، في موضوع مهم كتير حابة إنه نحكي فيه مع بعض. الأحسن إنه نلتقى برا أنا وياك. شكرا كتير لإلك، ناطرتك لك. هاي هي بطاقتي، بتقدري تحكي معي على أي رقم فيهم، وطبعاً إمتى ما بتحبي. أنا هلأ صرت محاميكي بشكل رسمي، وهلأ لازم تشرحي لي بالتفصيل كل الحوادث اللي صارت واحدة واحدة. بعرف إنه هالشي صعب، بس خلينا نتذكر مع بعض مثلاً حادثة زوج أمك، وشو صار وقتها بالبيت، واللي صار معك بهداك اليوم، يعني التفاصيل اللي صارت بالواقع. لا أقدر ساعدك. دينيز عم تحاول كتير تضمك لصفة ضد يلي اسمها قدرت. هالمرة عم تستخدمك، هدول عم يخدعوك بقصص سخيفة، وانت رح تتعذبي كتير. فوراً بتسحبي الوكالة اللي عطيتيها لمحامي دينيز، فهمتي؟ ميلين؟ عفواً. عم اسمعك، قولي. ايه تمام، انا لا ولا شيء، سكر على الموضوع احسن، لاني مو قدراني احكي هلا، حاسة حالي مو منيحة، خلينا نحكي بيوم تاني. أنا تعبانة والله عن جد. تمام، لكن شوفي شو رح نعمل هلا، رح خليكي ترتاحي ومنكمل بعد شوي، موافقة؟ لا والله، خلص اليوم ما عاد أقدر، إذا ممكن. آسفة، خلص خلينا نحكي بيوم تاني. تمام، اهدي مثل ما بدك. تمام، شكرا لك. شفت حسن وأنا جاية لهون؟ هو منقوع برا كرمال دودو ناطر يشوفه، لو تلاقي شي طريقة أو تحاكي زيرين كرماله. صح معك حق، ماشي رح أحكي معه بالسيرة. تفضل. ما حأخذ من وقتك، لما سمعت بجية عزراء حبيت سلم عليها. مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ سمعت أنك مرقتي بمشاكل. شكرا، أنا صرت منيحة. طيب تمام، اجيتي بوقتك زيرين خانو، كنا رح نستشيرك بقصة، عادي لو سمحتي. عندي شغل كتير، ما بدي ضايقكم. لا عادي، شو هالحكي، تفضلي. لا مو مشكلة عادي، خير شو القصة؟ في شاب اسمه حسن من فترة كان يجي من السجن التاني حتى يشتغل بالحديقة يلي عنا، بده يشوف دودو، بس هن ما بيقربوا بعضهم بنوم. طيب هو ليش بده يشوفها؟ بتخيل صداقتهم مقربة. تمام، رح حاول ساعده. أنا بحضر الأوراق وبجيب لك إياها توقعيها زيرين خانو. مثل ما بدكم.
خليني شوفك. شربي قهوة بالمكتب. إيه ممكن بمرق. بالإذن منكم. إذنك معي. شو صاير بالدنيا؟ واقع شي على راسها حتى صايرة هيك ومغيرة أسلوبها؟ وأنا ما فهمت شي غريب عن جد. شكله تعصيبة كان من وراي. يمكن. ما ضل كتير عزرق، رح ترجعي لهون عن قريب. شو الموضوع؟ ولا شي. شو ولا شي؟ قولي شو؟ هاي قدرت مفكرة حالها إنها حققت معي. هي بدها تعرف مين يلي أخذ التليفون وضربت الكل بالمهجع كرمال تعرف الفاعل، بس ما قدرت. هي بالأول كانت شاكة فيني وبعدين تراجعت. توقعت هالشي من وقت ما إجيتي المرة الماضية؟ حسيت إنه في شي. خلاص بقى دينيز، ليكني قدامك. نازان هيك مو ظابطة، ما منقدر نستمر هيك، لازم ننهي هالقصة هون. ما خلص شغلنا لسه. انتي رجعتي من الموت أصلا؟ أنا ما بدي صار لك شي ولا تقرب صوبك. مستحيل وقف، ما في داعي تقلقي مشاني بنومي. سوا مشينا بهالطريق ورح نستمر حتى نخلص شغلنا. لك ما في مزح بهالشغلة نازان، مع قدرة ما في مزح بنومي. وأنا ما رح وقف، مستحيل. تمام، بس شو هلا؟ ما رح نبقى هيك، لازم نلاقي طريقة تانية لنكفي. تمام، رح نتواصل كتابة. المستودع اللي جنب غرفة الغسيل في مواد تنظيف محطوطة بالسنادين، منحط الملاحظات فيه. هيك ما منوقف مع بعض، لا بنفس المكان ولا بنفس الوقت، يعني هيك منقلل الخطر. تمام، هيك موافقة. في مكان بتملكه قدرة، عم تخلي السجينات اللي عم يطلعوا من هون يشتغلوا إجباري عنهم. ملكوا الغاز هونيك، تعرفي شي عنه؟ سمعت شي مثل هذا من قدرة، بس ما حكيت كتير قدامي. تمام، يعني حاولي تعرفي لي شي عن هالشغلة. تمام، اعتبريها صارت. انتبهي. ايه وانتي كمان دينيز، ما تضلي قلقانة دايما. تمام. شفتي يا دودو؟ حسن لساته عم يفكر فيكي كل الوقت. ايه طلع هالزلمة كتير منيح ومانو ملعب يا بنت. ليكي كتير صعب انك تلاقي هيك رجال بهاي الايام. وهي كمان مو قليلة ها؟ سرقت له عقله على الاخر وما عم يقدر ينام. شبك؟ شو يعني سرقت له عقله؟ هيفيس؟ هيفيس؟ يعني لقيتي هالموضوع لحتى تتسلي فيه قدام البنت؟ ما بتعرفي العيب والله. ليكي بقوم قدامهم كلهم هلأ بطلع لك لسانك من حلقي. كثير ألفاظك وسخة لما بتعصبي يا دودو. ليكي يعني إنك تسرقي عقل حدا؟ دودو خلت الأخ حسن يحبها وينغرم فيها إجباري عنه. فهمتي كيف؟ شو صار؟ يونجا أنت كمان؟ ما لقيتوا غيري تتسلوا فيه والله بزعل. يعني دودو كمان صارت بتحبه لحسن وانغرمت فيه؟ إيه حبيبتي، دودو كمان صارت بتحبه لحسن وبتموت عليه. وانت عاجبك هالشي دودو؟ لشو الخجل؟ لك حسرات، لك قولي لي شو قصدك باللي عم تقوليه؟ وليه احكي واضح قصدي. زوكو زوكو لوكو لوكو هيك عم تقول الحقيقه. سكتي بقى خلاص. ستي عن جد انت فايتي على السجن بهذا العمر؟ شايفني كبيره لهالدرجه؟ قليل ادب. ايه طيب تمام، ما قلنا شي. بعدين كيف وانتي ما بتشوفي قدامك؟ رح تفوتي لوحدك ومعنك بحاجة حدا أبدا؟ الإنسان يا ابني ما ضروري يكون بيشوف بس بعيونه، وفي كمان عين للقلب. مزبوط مزبوط، بس ليكي لا تقولي ابني وما ابني. لا بقلك والله، انت كمان مانك هالزلمة بالنسبة إلي. ستي عم تتمسخري علي كأنه ها؟ حاجتك لعي بقى، ما رح نفوت لجوا، بدنا نضل واقفين. يا الله دخيلك، شلون شايفه الباب؟
عم تخدعينا شي؟ لك خدعة شو هي؟ خدعة شو يا ابني؟ شو صاير لك؟ لك ما قلت لك في عين للقلب بشوف فيها؟ لك أنا إلي كل الطريق واقفة على رجلي، تعبت كتير. افتح الباب خلينا نفوت لجوا. يلا. إيه لا والله هاي المرة بتشوف. شو هاد؟ ناقصفي وذاتي يعني؟ وين اختفت يا اختي دينيز؟ ولا شي، كنت بشغل. شو هالشغل بهالوقت؟ ولا شي عادي. طيب دينيز، سمعت شي خبر عن داريا؟ موجودة بالعناية المشددة. رجلي صاروا يرجفوا من الوقفة طول هالوقت هاد. ما فهمت كيف خلوك تصير شرطي بهالسجن وانت مانك قد هالحمل. موظف الامن اللي بنسمع عنه بيكون مثل الالف من الانضباط. خلصنا بقى ستي، ضيقتي لي خلايها. لا تقلي ستي. استني شوي. شو مين هاي؟ يا بنات، صفية نازلة جديدة عنا، احترموها لهالختيارة وساعدوها شوي. ايه لعيونك. انا ختيارة انا؟ احترموها، ان شاء الله بنحترمك. لوين رايحة؟ لوين رايحة؟ لوين ماشية؟ وقفي. شو بها هي؟ لوين؟ هالغرفة مو لك. هاي الغرفة إلي أنا. شو؟ فهمتي؟ كيف؟ فكرة حالك بالفندق وعم تنقي غرفة؟ روحي على الغرفة تبعك. أنا قلت لك هاي غرفتي. موديل أي سنة أنتي؟ لك بلحظة كرهتيني حياتي. هاي غرفتي ورح أبقى فيها، فهم؟ شو القصة حسين؟ رح تجنني، حالفة تبقى هون وما تتحرك، تعاملي معها. اسمعي خالي، أنتي مو معقول تساوي لنا مشاكل هون، من أول ساعة بتجي فيها. هاي الأخ حسين رح ياخدك على غرفتك ترتاحي فيها. شو حسين؟ تبقى بغرفة داريا حالياً، على قليلة لترجع داريا، بس تتحسن بنبقى منلاقي لك مكان كلامك تاني. كلامك مزبوط، يلا إذا سمحتي. فهمت، تمام. معناتها أنت المعلمة صح؟ ونحن منطيع الأوامر. امشي امشي. اجت المعلمة وأمرت. خلصيني. ونحن مننفذ. تمام ولا يهمك. بيلين ما حكت ولا كلمة، وأنا ما حبيت أضغط عليها أبداً. قالت إنها حاسة حالة مو منيحة ومن هذا الحكي، بس كان واضح إنه ما بدها تحكي. الخوف تغلب عليها. لا أكيد في شيء، وقريباً رح نعرف. المفروض التقي بإما للبنت بكرة. إذا أنت كمان شفتيها لبيلين بيكون كتير منيح، حتى نعرف شو مشكلتها معهم. طبعاً رح أحكي مع بيلين وشوف كيف وضعها هلأ، حتى رح خبر دينيس، يمكن هي تكون بتعرف شيء بيفيدنا. تفضل. هاي. أها. عزراء. كيفك أوكتاي؟ اللي إن شاء الله الأمن مستتب هالفترة. نحن بخير الحمد لله، نورتي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. مثل ما بتعرفوا نحن عم نشتغل. إيه. يلا ما بدي أقاطعكم. مشروعك تمت الموافقة عليه. رح يتم تنظيم مباراة كرة طائرة بين عدة سجون للنسوان، ونحن مشاركين. عن جد؟ ممتاز، وأخيراً توافق عليه. خليها السجينات تتنفس شوي، بس تجي أوزلام نظموا كل شي مع بعض. لكن أوزلام بتزبط الإجراءات وحخلي البنات يتدربوا. فكرة حلوة، رح نشوف لاعبين كرة الطائرة الوطنيين. لكن من أولها أنا بدي أدرب قسم منه. أي خلاص. موفقين. الله معك. الله معك. يعطيك العافية. تفضل أستاذة. يا الله ما قدرت أشوف البنات، معقول روح أرجع بلا ما أشوفهم؟ لا تتضايقي، رح نحلها بوعدك. طيب لكن منلتقي المساء. أكيد إن شاء الله. مشكورة، بشوفك لك. إيه أكيد، بالتوفيق إن شاء الله. يلا باي باي. باي. كلكم مسؤولين عن هالشي، بس هي عزراء طلعت بإخلاء سبيل مشروط، عايشة حياتها ولا كأنها عاملة شي. هذا اللي موترني على طول بعد اللي صار وبعد كل شي عملته. ما بيصير إنها تكون حرة. وأنا شو بقدر أعمل مشانك؟ أنت الوحيد اللي فيك توصل. بدي إياها من جديد. لازم ترجع على السجن بسرعة. لو بعرف رح يصير هيك ما كنت سمحت لها تطلع من البداية. ماشي، تركي الباقي علي.
أنا بهتم بهذا الموضوع. شكراً كتير لإلك. ما بتعرف قديش هالشي مهم بالنسبة لإلي. بدون ما حاسبهم على الشي اللي عملوه ما حارتاح. رح ساوي يلي انطلب مني. لا يهمك خان. رح أقوم جدد الشالك. لا تعذبي حالك. يعطيك العافية، شو الوضع؟ قاعدة عم دقق ملفات البنات كلهم. إيلام اتصلت وقال بدها تجي. والله كتير منيحة هالبنت ومحظوظين إنه عم تشتغل معنا. إيه والله ما قصرت معنا بنوب. يلا أنا طالع بشوفك بكرة. تمام بشوفك. بالمناسبة ما بعرف إذا بتحبي خبرك هالمعلومة إنه يجيت دخل مشفى الأمراض العقلية. قررت اللجنة إنه ما نوب وضع بيسمح إنه يدخل السجن. مادة 46؟ ايه صح، معه تقرير. عقوبة السجن ما رح تتنفذ. دخلوه على المشفى اللي دخلت عليها أوزكي. ايه والوصاية رح تنحسم كمان بعد كم يوم. عزراء شبك، صحيح قلت انه ما رح يدخل السجن، بس هو كمان ما رح يطلع من المستشفى، لا تخافي. مو خايفة، هالفترة دخوله لأي مكان بيريحني. صحيح، ما رح يطلعوه بهي السهولة. يلا أنا طالع، سلميلي على إيلان. بيوصل. موفق. ليش عم تضحكي؟ انت مبسوطة؟ ايه عن جد مبسوطة. لكن عم تفكري بحسن؟ لك شو هالحكي هاد؟ عيب هالحكي. ليكي أويكو، هذا حكي كبار ما بصير تتدخلي فيه. أنا شفت كل رسائلكم لبعض وبعرف كل شيء. لك هالصوله، وانتي شو فرجاكي بالرسائل؟ وطي صوتك، ما بصير. أويكو اسمعيني، اوعك تحكي هيك قدامهم لأنه عيب. تمام تمام ما رح أحكي. تمام تمام ما رح أحكي. شوفوا شلون بتتدلع. دخيله. ما عندي صغيرة. تعي خليني أكلك. تعي لشو بدي أكلك، بدي أكلك. دخيله أنا. قدرة الشيطانة، شو هالأفكار اللي بتخطر على بالها؟ حبست النسوان اللي أخلوا سبيلهم وخلتهم يشتغلوا بالإجباري. لك هاي من شو مكونة؟ خلاص ما رح أحكي شي بقى. العمى بقلبها، الغاز وحتى ملك وقعتهم كلهم بالفخ. يا بنات، قدرات مأمنة الفندق واللي بيشتغلوا فيه حتى، وكمان بتبيع الناس مخدرات وبتشغل البنات وكله بالمخفي. والله يا حسرة، نحن لازم نعرف أدق الأمور لأنه عزراء ما رح تقدر تعرف كل شيء. لا تقولي هيك، مستحيل. كيف بدها تتجرأ تعمل كل هاد وهي بالسجن؟ نحن عم نحكي عن قدرة، أنت كأنه ما بتعرفيها. هلأ إذا طلعتي على البنات اللي كانوا هني بتفهمي إنهم عم ياخدوا البنات اللي ما قالن حدا. إلغاز، مليحة، ملك ما عندهم قرايب بنوم. هذا كان شغل زوجة لقدرة وهي هلأ عم تكفي. أنت من هداك الوقت بتعرفي إنها بتستخدم النسوان؟ لا والله أنا هلأ العرفت، بس كنت متوقعة. هي كيف بتلاقيهم لهدول البنات؟ طيب إذا أغلبهم كانوا سجينات، بس مستحيل تكون بتعرفهم كلهم من خلال السجن. هي قدرة يا روحي، ولما تقولي قدرة يعني بدك تفكري بطريقة موسعة، لأنه عندها معارف وعلى أساس عاملة جمعية وبالاسم طبعا، وعلى هالأساس البنات بيروحوا. أنا شاكة إنه هي عم تتبع هذا الأسلوب لحتى تسحبه، ونحن لازم نوصل لهالمكان. ما بعرف هيك عم فكر، شو رأيك؟ وهيك رأيي، يمكن نوصل لشي عن طريقة. شوفي عنوان الجمعية مشان نروح بكرة. تمام. صحي، بالمناسبة رجال الأمن طلبوا مني أعطيكي هذا. Thank you.
يعني لو رحنا على الدكتور ما كان أحسن أوكتاي؟ يعني وقفتك جنبي أحسن، حاسس حالي أفضل وإنتي معي. ما كنت حابب تسمعي شو كنا عم نحكي. لك هذا الدكتور بحسه ما بيفهمني وما بيعرف شو بدي بالضبط، حتى أنا بتوتر عنده وما برتاح له بصراحة. بس هذا الدكتور لا تنسى عدل الأدوية الخطأ بالأدوية الصحيحة، رح يكون كل شي منيح أوكتاي صدقني. بتشكرك عزبتك معي، أخذتك معي بين دكتور وصيدلية وهذا بعد شغلك. ما علي، بس أنا مبسوطة. ما كنت رح تعمل هالشي مشاني؟ إيه بعمله طبعاً. شو لك؟ شو لك؟ لك أنا هي؟ ماشي لك. تمام. بدي أسألك، أنت ليش عم تهتمي فيني لهالدرجة؟ ليش؟ ليش؟ أوكتاي لأنك عشت أيام صعبة وطويلة بحكم الشغل، صعبة عليك تتخطى هالشي، أنا بعرف، بس كل هاد رح ينتهي تأكد، لازم تكوني أقوى من هيك. يا ريت بلا ما نحكي بهالشغل. آسفة أوكتاي، بس أنا ما تواخذيني، بس أنا توترت فجأة، آسف كتير، بعتذر منك، أنا آسف. خلص روقي، أنا آسف، خلصنا. بعتذر مني. طيب هالمرة سامحتك لأن كانت أول مرة بتعملها، بس رح نتحاسب بمباراة الطائرة، كون جاهز. شو أنا عم ألعب مع حدا مريض نفسي ولا شو؟ ما فهمت عليك. تعالهم يمكن واثقة كتير من فوزك بهاللعبة. طبعاً واثقة. أمني طبعاً حبيت.